الروبوت اللي انتوا شايفينه ده عاملينه الطلاب في جامعة بوسان الوطنية او بوسان، لان هم برضه عندهم نفس المشكلة بتاعتنا في مصر، ان هم ما بيعرفوش يفرقوا ما بين البي والبي، لان اللغة بتاعتهم ما فيهاش بي وما فيهاش بي، هي فيها ب واحدة، فهم دايما تلاقيهم كتبوا بوسان اللي هو مكتوبة في يافطة، وفي يافطة تانية مكتوب بوسان بالبي. يعني طلعت البي والبي دي عقدة عالمية مش عندنا احنا كمصريين بس. الروبوت اللي انتوا شايفينه ده روبوت معمول على شكل كلب وحركات الكلب، هو ممتع دمه خفيف. جنب المتعة دي ان الروبوت ده بيستخدم في المهام اللي ما يقدرش الانسان يقوم بيها بشكل عام، انه يدخل مواقع خطرة، انه في درجة حرارة عالية يتحمل المسألة، وفي نفس الوقت مسلي وممتع. يعني الطلاب هنا بيلعبوا بالروبوتات يعني، وده موجود عندنا برضو في الجامعات المصرية في روبوتات بالشكل ده، بس بصراحة واحنا في وسط الشغل كده شفنا الأخ ده انبسطنا بيه، بس هو شكله ممتع بصراحة يعني عظمة يعني.